تفضل سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، فشمل برعايته الكريمة يوم أمس حفل ختام منافسات بطولة العالم للشباب للمبارزة في سلاح الاي بي، والتي نظمها الاتحاد البحريني للمبارزة بإشراف الاتحاد الدولي على صالة مدينة خليفة الرياضية. وقد شهد سموه المباراة النهائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية كازاخستان، والتي انتهت بفوز منتخب جمهورية مصر العربية. وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة عن اعتزازه الكبير باستضافة المملكة لمنافسات بطولة العالم للشباب للمبارزة، والتي تعتبر امتدادا لاستضافات المملكة للبطولات العالمية في لعبة المبارزة، والتي تشكل تجسيدا حقيقيا لتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في احتضان مختلف البطولات والأحداث الرياضية الإقليمية والقارية والعالمية، والتي تعزز من مكانة مملكة البحرين على خارطة الرياضة عالميا. وأضاف سموه أن احتضان المملكة لبطولة العالم للشباب للمبارزة يعكس ثقة الاتحاد الدولي للمبارزة بمكانة البحرين ودورها الريادي ومدى نجاحاتها الكبيرة في احتضان مختلف المناسبات الرياضية، وهو يضاف إلى مسيرة التقدم الرياضي على مستوى المملكة في استضافة مختلف البطولات والفعاليات الرياضية. وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن مملكة البحرين تولي أهمية كبرى لاستقطاب البطولات الرياضية العالمية وتعزيز مكانتها في المشهد الرياضي الدولي باعتبارها وجهة مثالية للاتحادات الرياضية الدولية في ظل ما تتمتع به من قدرات متميزة على صعيد البنى التحتية وتقديم مختلف التسهيلات والخدمات، وبفضل وجود كوادر إدارية مؤهلة وفق أعلى المستويات. وبارك سموه لجميع الأبطال الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، وهنأ سموه الاتحاد البحريني للمبارزة على نجاح الاستضافة العالمية، مثمنا سموه الجهود التي يبذلها الاتحاد في الارتقاء بلعبة المبارزة وتعزيز إنجازاتها والدور البارز لكافة اللجان المنظمة والعاملة، معربا سموه عن شكره وتقديره للاتحادين الآسيوي والدولي على منح البحرين هذه الثقة بتنظيم البطولة.